Will I ever turn into that pathetic slob loser ever again? يا هلا بمتابعين HMW بودكاست، معكم شاعر أو عبد الله لتقديم الملخص الأسبوعي، ملخص عرض رو سماك داون. فبسم الله نبدأ. من إيجابيات عرض رو هذا الأسبوع افتتاح العرض الرائع بتواجد نجوم المين إيفنت. التجديد والتغيير في هويات عدد من النجوم. استكمال انتقال النجوم بانتقال سيزارو. واهم ايجابيات عرض سماك داون هذا الاسبوع عودة عداوة رومان رينز البيج دوغ مع المكمانز او عائلة المكمانز. انقلاب كي او بيج او كيفن اوينز على كوفي كينغستون في الحدث الرئيسي. وأبرز سلبيات عرض رو هذا الأسبوع استعجال إعلان مباريات المصنف الأول قبل فقرة الافتتاح وأن يعلنها تريبل إتش. سلبيات عرض سماك داون هذا الأسبوع استمرار غياب منافسات لقب الفرق وأبطال الفرق الهاردي بويز الأسبوع الثاني على التوالي. لقطة الأسبوع من عرض رو هي لقطة فوز أي جي ستالز بالمصنف الأول على لقب الكون ومقابلة الحامل اللقب سيث رولينز في ماني ذا بانك. لقطة الأسبوع من عرض سماك داون هي لقطة تنفيذ كيفن أوينز سوبر كيك على كوفي كينغستون وعودته للشخصية المكروهة. برومو الأسبوع من عرض رو هو برومو الافتتاح بين المتنافسين الستة بتواجد سيث رولينز وتريبل إتش. برومو الأسبوع في عرض سماك داون هو برومو أليستر بلاك واللي كان مليء بالغموض وكأنه تمهيد لشيء ضخم قادم. أفضل فريق لهذا الأسبوع هم فريق الفايكنج رايدرز، استمروا الأسبوع الثاني بتقديم أنفسهم كفريق قوي يصعب إيقافه. نجم الأسبوع هو النجم أي جي ستالز اللي قدم برومو افتتاح جيد، فاز مباراتين بعرض رو وصار مصنف أول على اللقب. مباراة الأسبوع هي مباراة ثلاثية بين أي جي ستالز ريمستريو سامو جو. الثلاثة قدموا مباراة جميلة شيقة مثيرة تليق بحجم أسماءهم الكبيرة. من أبرز تعليقات المتابعين التعليق الأول من الأخ شهاب يتوقع أن مز هو خصم سامو جو. التعليق الثاني من الأخ محمد عادل يتوقع انقلاب ناكامورا على روسف. التعليق الثالث من الأخ عبوسي حيث توقع الأسبوع الماضي حدوث مباراة أي جي ستايلز ضد سيث رولينز. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. كان معكم أهلا من الإعداد، شاعر من الإنتاج والصوت. إلى اللقاء.